إذن مشاهدينا، صارت مواقع التواصل الاجتماعي أحد أهم الطرق للتعارف بهدف الزواج. خلونا نتابع قصة أنس وأصالة اللي تعرفوا على بعض عن طريق سناب شات، وكان كل واحد منهم في بلد. خلينا نشوف كيف مواقع التواصل الاجتماعي قربتهم وخلتهم يتزوجهم. شيء كثير انتم عم تسالون عليه، اللي هو كيف تعرفنا انا وانس على بعض. انا السناب شات تبعي دائما بيكون خاص، ولما عملته ببليك غنيت غنيه اسمها موطني. ايش انا سمعت هالغنيه هاي، فرحت بعثت لها رساله لاصاله، قلت لها شو الصوت الحلو، قال لي مبهره. بلش انس يقول لي السناب شات كثير صعب الاخذ وعطى، فخذي رقمي واسهل على الواتساب. هون بصراحه فكته صايع. قلت لامي انه عم بحكي معه، بس ما قلت لها انه ضفته على الواتساب. الواحد لما اول تتعرف على الشاب وبيكون هيك مبسوطه وقلبها لايك دقات. مع انس حسيت انه هيك روحه فريحة مريحة. حبيبتي الصور. نو والله انه حسيت احنا كثير قراب لبعض. زواج العمر من انس واصاله الى هيفا وبكر، اللي زواجهم ما كان عن طريق التواصل الاجتماعي ولكن عن طريق الشغل او العمل، وصار لهم متزوجين بس تخيلوا 10 ايام. يعني احنا نقول لهم الف مبروك، وهم لسه في شهر العسل. الله يبارك فيك. الله الحمد لله على السلامه. خليك الله يسلمك. الله يبارك فيكم. احنا والله سعيدين بوجودكم معنا. والله شيء جدا يسعدنا، وسعدنا ايضا تابعنا الزواج ولو هو شوي يعني تاخر لكن لظروف. صحيح. خلونا نبتدي معاكم، انه كنتوا تعملون مع بعض ويبدو لي انه ما كان في انطباع جيد في البدايه عند بعض، بعدين مشت الامور. شلون فضيحه هاي؟ عن جد فضيحه والله. يعني شفني يعرف اللي قلتوها اي بصراحه اي. ولكن بعدين صار في نقطه التقاء، لو نتكلم عن نقطه الالتقاء اللي صارت بينكم. شوف، هي بدايه الموضوع كان عن طريقي اني. نعم. هيفاء كانت متخوفة لأن إحنا بنفس البرنامج. صحيح. أنه أخذ منها الجو. نعم. فأني بديت أمتص هذا الشيء، أنه لما نطلع هواء. نعم. أترك الساحة إلها وتحكي براحتها، ولما تسلمني هواء أني أحكي. نعم. ما أقاطعها، ما أخذ منها جو. فهي بدت تحس أنه أني لا، أني جاي سند إلها. نعم. بالبرنامج، ما جاي أخطف منها الأضواء. لأن كنت أنه أنا وحدي بالبرنامج، وأول ما سمعت أنه حيجيبون شخص يعني بكر خالد وياه بالبرنامج، بصراحة أنا ردت أنه أنهي عملي بالقناة وأبطل بالبداية. أي بس والدي يعني تكلم معي وقال لا، أنه لازم تبقين وجربي فت حلقتين ثلاثة. بس هي من عرفت بكر خالد عيونه زرق وهاي على ثانية. والدليل أنه إحنا كررنا أول حلقتين لأن كانت ماكو كيمياء بيناتنا. بعدها صار الموضوع كيمياء بيناتنا، وطلبت السناب شات مالتها وصار بيناتنا فليرتينج وهيك. كم صارت الفتره عفوا الين تزوجتوا؟ تقريبا سنتين ونص. سنتين ثلاثه. هو احنا يعني بدايه اول اربع خمس شهور قرينا فاتحه، بعد خمس شهور تقريبا. حلو. بس كان الموضوع ما حد يعرف بي. نعم. ظلينا تقريبا ست شهور احنا قارين فاتحه والموضوع لين تسربت لكم صوره، يمكن انتم قاعدين طلعت لنا صوره وبعدين طلعنا قلنا لا خلاص لازم. بس يعني يمكن دائما يعني دائما في العمل يصير يخاف الرجل انه ياخذ خطوه، خاصه لما تكون زميله ويحس بالرفض. فمتى كانت اول مره كذا جرأت وقلت لا انا خلاص حطلبها، يعني ابدا افاتحها؟ انا في مشاعر. حلو. انا أيوة. كلامك هذا مضبوط بصراحه. بس مختصر حكي اللي ما شايف من عندي شويه مجال كان ما صارحني. هذا انه انت لما تحسين هذا الشخص اللي انا رايح له يبادلك نفس الشعور. ايوه. وقتها يعني تروحين وانت متشجع. معلش لانه احنا شرقيين. انت متى قلتي له لا نخطب لازم يكون الموضوع رسمي وسيريس؟ اول ما صارحني. أيوة. كنا بالسينما. أوكي. طبعا لانه كنا دائما نروح للسينما ورا تقريبا شهرين. ايوه. قلت له احنا لان وجوه معروفه بالعراق فلازم انه نقرا الفاتحه او نخطب، فهو ما قصر، راسا جاب اهله ورحنا لبغداد. شيء جدي يعني. اي راسا جدي كان الموضوع. احنا ناس ندخل قبل. اي ما في ما عندنا لف ودوران. ما في لف ودوران. ماكو يعني ما عندنا يمنا يسرى. ايضا لغيتوا حفل الزفاف، طبعا هو حفل الزفاف صار في تاجيل على اعتبار انه الاحداث اللي يعني في العراق واغلب المحافظات. وقررتوا انه انتم تتبرعون بتكاليف الزواج يعني للجرحى للضحايا المظاهرات، لو تكلمونا انه متى اخذتوا القرار هذا؟ قبل العرس تقريبا باسبوعين. نعم. اسبوعين. نعم. لما احنا اخر مره صار بيها موعد العرس. نعم. قلنا انه خلص الامور راح تنحل. بس لما وصلنا لقينا الدنيا بعدها خربانه. نعم. فاجلناه شهر.
اوكي فقلنا بهذا الشهر اكيد راح تتحسن الامور. نعم. بعد هذا الشهر ما تحسنت، يعني بعد اسبوعين تقريبا. نعم. لقينا الموضوع ده يتفاقم. نعم. فقلنا لها تعال يعني خلينا نضبط الموضوع، وتكلمنا وقلنا لها انه نسوي هاي الحركه وبنفس الوقت نقدم شيء للناس انه نتبرع بفلوس. يعني شوف سبحان الله مرات تصير اشياء، بس للامانه كبرتوا في عيننا. الله يخليك. لانه انتم اعلاميين ومشاهير ومؤثرين، فهذه الحركه حسيت انه مو انتم اي كابل صراحه، او كابلز احنا قاعدين نشوفهم كثير، بس للامانه انتم من الناس اللي اثرتوا فيا ومره حبيت الفكره. لو خليني ابغى انا لسه يعني في المشاعر والاشياء هذه كلها، ايش الاشياء اللي كانت من جد من جد تلفتك؟ مثلا هل كنت تحس انك تغاري عليه؟ هل هو كان يغار عليكي؟ هذه الاشياء نبغى نعرفها. يعني يعني اللي انا حشوره شويه الخطوبه يعني. أيوة. لا لا لا، في فتره اللي هو لسه انتم قاعدين تفهموا بعض. اها شوفي، هي بدايه صارت لما كانت تنزل امور على السوشيال ميديا هيفاء، لان كانت عايشه وحدها باربيل. ايوه. فمره نزلت كانوا اخواتها عندها وصورتهم هم دا يروحون، فكاتبه انه انا راح ارجع وحدي، فاني ما اقدر. انا قلت لها انت ما تظلين وحدك، انا موجود. انا موجود. هو من هذا الموضوع عرفت انه شويه حام عيني. طيب احنا عندنا مجموعه من او مو مجموعه يعني كم سؤال تحتاج من عندكم الصراحه. تمام. يا ساتر. وان شاء الله ما فيها احراج طبعا إن شاء لكم الله. وسؤال سؤال. اوكي. رايكم؟ طيب خلينا نبتدي معاكم. سؤال راح يكون لكم اثنينكم. أوكي. ونتمنى الصراحه. سؤال لهيفا اول شيء، ايش اكثر شيء في بكر يعصبك او ينرفزك؟ بس احنا متفقنا يا جماعه، متفقنا على هالاسئله. لا شيء ينقال. اوكي. بدون نظرات لو سمحت. قاعد يغريها. حلو الشاشه. يأثر عليها او يهددها. اللي شوي يعني يضوجني من ناحيه بكر. ايش هو شوي بارد. بارد. هي بارد يعني من انا عصب هو يبقى ساكت. لا لا لا، عندك حق الرد وتقدر تقول الشيء اللي عصب. هو مو مساله. هي هيفاء تريد شلون اقول لك، يعني انا اخذ الامور بسياسه بهداوه، ما اعرف استعجل، ما اعرف، هي عجوله شويه، فتحية تسميه برود يعني. انت ايش اكثر شيء يعصبك فيها؟ اسرع اسرع بسرعه بدون تفكير. شوفي هيفاء ما تتعب ما شاء الله عليها يعني. ما شاء الله. فهذا الشيء يعصبك؟ يعصبني. يعني احنا نكون مسافرين، ننزل الساعه 10 الصبح نمشي، نرجع بالوحده بالليل كله مشي. نعم. وتريد تروح تتعشى مره ثانيه عادي. هو هذا الموضوع اللي يعصبك شوي يعني جد. متى عيد ميلاد بكر؟ 18/2 19/12. لا يعني انتوا حرشتونا صراحه من السؤال. طيب اكثر شيء تحبينه في بكر؟ هو كلش طيب وحنين، احب يعني بين الصفتين بيه كلش. طب وانت؟ اسرع اسرع. الله يخليك. هيفاء طموحه. ايوه. وشاطره وذكيه. هل سبق وكذبت على هيفا؟ اي اكيد هوايه. طبعا راح نطلع هنا نتعارك. ايش اخر كذبه؟ ايش اخر كذبه؟ شوفي مثلا الكذبه البيضاء يعني. أيوة أيوة. انه حتى اتجنب مشكله ما لها داعي يعني، فاهمه قصدي؟ يعني مثلا اكون انا رايح لصديقي وتاخرت لان هي موصيتني على شغله، اقول لها ما رحت لان صار عندي مشكله. هو كل شيء ماكو. وطبعا تكشفيه ولا لا؟ لا والله ما كشفت ابدا. طب انت عمرك كذبتي عليه؟ لا والله ابد. طيعاني ابد ما كذبت. احنا نتمنى لكم توفيق. الله يخليك. وحياه سعيده. ان شاء الله تجمعنا فيكم لقاءات قريبه، واحنا نقدر حضوركم معنا رغم انه انتم في شهر العسل. الله يخليك. احنا تشرفنا بيكم وحبيناكم هوايه 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 والله. تختمون بكلمه شيء، احنا تحت امركم. والله يعني احنا نتمنى انه الموفقيه للجميع ان شاء الله، هاي الغمه اللي موجوده علينا تزول. امين. ويجمعنا دائما بالافراح باذن يا رب. يا رب كل التوفيق. اكيد امنيتي الوحيده انه يعم الامن والامان على كل بلدنا باذن الله. ان شاء الله المره الجايه نشوفكم مع الاولاد. لا لا بس مو هسه بعد. عشي سنتين ثلاثة إن شاء الله. الله يوفقك. تأجلون الموضوع إن شاء الله. إن شاء الله. الله يوفقك. شكرا لكم. شكرا.